في تونس اعترضت 4 أحزاب على تعيينات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة والتي شملت 4 محافظين، وجاء الاعتراض بعد إصدار رئيس سعيد قرار تكليف محافظتين جدد في مدينتين وفي مديين وبن عروس وصفاقس وقفصة، واعتبرت الأحزاب الأربعة القرار انفرادا بالحكم، في حين قال الحزب الدستوري الحر أن التسميات الجديدة عودة إلى مربع التعيينات والولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة.